إذن مشاهدينا نعود ونذكر بالخبر الذي ورد قبل قليل، حيث أكد الجيش الإسرائيلي أنه قتل القائد العسكري لحماس في قطاع غزة محمد الضيف. وكان الضيف قد استهدف في الغارة التي طالت منطقة المواصي قرب خان يونس الأسبوع الماضي، إلا أن مقتله لم يكن مؤكدا حتى قبل إعلان الجيش الإسرائيلي قبل قليل التأكيد. إذن مشاهدينا، كان هناك غموض يلف مصير محمد الضيف بعد استهداف الجيش الإسرائيلي لما قيل إنه المكان الذي كان فيه قبل أسبوع من الآن في منطقة المواصي. وهذا الفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي الذي يقول إنه استهداف محمد الضيف. وللمزيد معنا زياد حلبي مدير مكتب الحدث في فلسطين. زياد، أهلا بك. أي تفاصيل أو تصريحات جديدة من قبل الجيش الإسرائيلي، ولماذا تم التأكد بعد أسبوع من الاستهداف؟ ليس أسبوعا، بعد أكثر من شهر من الاستهداف. هذا الاستهداف الذي نشر عمليا كان قبل حوالي شهر، في الثالث عشر من تموز، تقريبا أسبوعين. نعم، كان هناك محاولة لاغتيال الضيف ورفع سلامة. الجيش الإسرائيلي في حينها قال إنه بنسبة 90% يعتقد بأن محمد الضيف ورفع سلامة قد قتلا، وعدد آخر من الذين كانوا معهم، ولكن لم يستطع أن يؤكد قضية اغتيال محمد الضيف. على ما يبدو، وعندها قلنا أن ذلك قد يتطلب أو يحتاج وقتا لدى الإسرائيليين على الأقل ليعلنوا من جانبهم هذا الأمر، وهذا ما تبين سبيع من الغارة على مواصي خان يونس التي كانت كبيرة كما تذكرين. إسرائيل اليوم تؤكد بأنها نجحت في اغتيال محمد الضيف، وقد يكون الإعلان عن ذلك ليس من باب المصادفة أيضا بعد اغتيال إسماعيل هنية، وبينما إسرائيل الآن تترقب ربما ردودا كبيرة من إيران و الساعات القادمة، بالتالي أيضا أفرجت عن هذا الخبر. يعني تشير زياد إلى أن هناك إمكانية إلى أن مقتله كان مؤكدا من قبل الجانب الإسرائيلي، لكن انتظر ردود الأفعال على استهداف هنية أو اغتيال هنية بتعبير أدق، ومن ثم الإعلان عن اغتيال أيضا محمد الضيف. لأن أقول أن التوقيت قد يكون صحيح متقاربا في هذا الموضوع من حيث الإفراج عن الخبر. الجيش الإسرائيلي قال بنفسه، هاجاري قال إنها أغلب المؤشرات لدى إسرائيل بأن الضيف قد تم اغتياله في تلك المرة. أعلن الجيش الإسرائيلي ذلك، لكنه فضل أن يتريث عن الإعلان الرسمي، واليوم يؤكد عمليا رسميا على أنه أفلح في اغتيال محمد الضيف ورافع سلامة في خان يونس الشهر الماضي. كيف انعكس حتى اللحظة على الأقل، وإن كان التأكيد يعني قبل دقائق من الآن، على الأوساط السياسية الداخلية الإسرائيلية زياد، وحالة الانقسام بين القادة الإسرائيليين؟ هذا طبعا يرحب به على نطاق واسع داخل المجتمع الإسرائيلي وداخل الأحزاب الإسرائيلية، لكن أعتقد بأنه سيأخذ حجم مشدودة الأعصاب في اتجاه آخر تماما. هي اليوم مشدودة الأعصاب اتجاه ما يمكن أن يصدر بعد ربما هذه الليلة أو الليلة المقبلة من قبل حزب الله ومن قبل إيران. هذا الأمر الإعلامي والاهتمام الكبير لدى الإسرائيليين في هذه النقطة، وبالتالي هذا الخبر يمر في الإعلام الإسرائيلي يتوقفون عنده هذا صحيح في مكان آخر تماما الآن. طيب، الصوت يتقطع بعض الشيء معك يا زياد. أسألك أيضا، من هم أبرز قادة حماس الذين تسعى إسرائيل الآن إلى تصفيتهم، بالإضافة إلى من اغتالتهم وبعد تأكيد اغتيال محمد الضيف؟
بطبيعة الحال المطلوب رقم واحد لإسرائيل بالنسبة لإسرائيل هو شخص واحد وهو يحيى السنوار، لأنها تعتبر بأن يحيى السنوار هو الرأس المدبر للسابع من أكتوبر من أوله حتى آخره. وبطبيعة الحال محمد الضيف كان عمليا هو المسؤول العسكري الأبرز في كتائب القسام، هو ورافع سلامة من الصف الأول، وبالتالي التركيز الإسرائيلي هو قد يكون في اتجاه السنوار. ولكن المشكلة لدى الإسرائيليين بأنهم يعتقدوا بأن بعض من يريدون اغتيالهم عمليا هم يزالون في الأنفاق، وهم من يحتجز الأسرى الإسرائيليين عمليا للتذكير 115 أسيرا ما زال بيد حماس داخل قطاع غزة، وهذا طبعا يدخل في اعتبارات الإسرائيليين بشكل مباشر في مثل هذا الموضوع. إسرائيل ادعت عندما شنت الغارة في مواقع خان يونس وأدت إلى ما أدت من مقتل عدد هائل من الفلسطينيين بأنها كانت تلقت معلومات بأن محمد الضيف ورافع سلامة عمليا خرجوا من الأنفاق إلى أحد المنازل هناك. زياد، هل يتوقع أن تزيد إسرائيل من حالة التأهب الأمني خشية من ردة فعل أكبر من إيران بعد تأكيدها قتل محمد الضيف ويوم أمس إسماعيل هنية؟ بدون شك إسرائيل في أقصى درجات التأهب. أنا أقصد بعد تأكيد أيضا اغتيال محمد الضيف قبل قليل. هذا صحيح، ولكن كما أقول إسرائيل في أقصى حالات التأهب، لا يوجد لديها حالة فوق الحالة الحالية. السلاح الجو، السلاح البر، بحرا، كله مستنصر بشكل كبير، لأن إسرائيل تتوقع ربما ردا مركبا إيرانيا ومن حزب الله وربما من جبهات أخرى الحوثي ومشاكل، وبالتالي لديها حال تأهب كبيرة. بالنسبة لإسرائيل الفارق الجوهري سيكون في هذه الضربات وفق محللين هو ماذا ستستهدف. استهدفت مطارات عسكرية لسلاح الجو الإسرائيلي على سبيل المثال في مثل رمات دافيد في الشمال أو نيفاتيم في الجنوب كما حدث في المرة الماضية، إيران استهدفت ذلك المطار وحزب الله فعل كذلك الأمر قواعد عسكرية. هذا سيقود إلى أيام من القتال مع حزب الله وربما رد على إيران، ولكن لن يقود بالضرورة إلى حرب شاملة. لكن إذا كانت إطلاق الصواريخ والمسيرات على قلب المدن الإسرائيلية بشكل كبير وأدى إلى مقتل مدنيين، هذا قد عمليا يكسر قواعد اللعبة تماما، هكذا يقول الإسرائيليون على الأقل.